خلينا كده نقرب اكتر من طائره النادي الاهلي والدوري مع نجمه نهله سامح كابتن فريق النادي الاهلي والمنتخب. نهله اهلا بيك وسعداء بوجود معانا في ملعب الابطال على اون تايم سبورتس. اهلا بحضرتك. بالتاكيد طبعا مهمه ثقيله جدا الحفاظ على نجاحات وانجازات الكره الطائره الاهلاويه، بتتطلب مجهود كبير جدا من اللعيبه ومن الجهاز عشان نحافظ على هذا المستوى. طبعا الحمد لله احنا ابتدينا السيزون ده بقوه، قدرنا ان احنا نفضل فزنا بجميع مبارياتنا، خدنا الثلاث نقط كامله في كل الماتشات، يمكن خسرنا شوط واحد بس من فريق نادي الزمالك، فالحمد لله ابتدينا بدايه قويه وفاضل لنا ماتش وننهي الدور الاول، وان شاء الله يعني هنقابل نادي الصيد يوم الجمعه، اتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نفوز بالثلاث نقط عشان نخلص كل الماتشات في الاول بالعلامه الكامله. وطبعا يعني هو السيزون ده كان يمكن صعب شويه بسبب ان الكورونا كانت اجلت النهائيات السيزون اللي فات، فيعتبر ربطنا ما بين الاثنين سيزون، فالموضوع كان صعب شويه بالنسبه لنا، بس الحمد لله قدرنا يعني السيزون ده نرجع نبتدي بقوه يعني. صحيح. طيب ايه رايك في مستوى المنافسه السنه دي وظهور فرق غير النادي الاهلي بشكل مميز ويمكن ابرزهم نادي الزمالك ونادي الصيد؟ طبعا هي المنافسه اختلفت كتير عن قبل كده عن زمان، يعني الحمد لله انا بقالي يمكن اكتر من 17 سنه بلعب درجه اولى، كنت مصعده في سن صغير فلعبت فتره طويله في الدوري الممتاز. الفرق دلوقتي ابتدت تدعم كل فريق، حتى بقى يمكن معاه محترفين، بقى في الاحتراف بقى اكتر من الاول، يمكن الزمالك نهل السيزون اللي فات كان معاه لاعبين محترفين، فده كانوا على مستوى عالي، واحنا طبعا الحمد لله عشان طبعا مشاركتنا الافريقيه وكده بنكون محتاجين ندعم بلعيبه محترفين. وطبعا نادي الصيد معاه لعيبه كتير سنهم صغير لكن لعيبه مميزه، وكلهم بيشاركوا في جميع الاعمار يعني في المنتخبات. وفي زي سبورتنج برضه معاهم محترفه عاليه جدا، محترفه كوبيه كنا لسه بنلعبهم امبارح، محترفه مستواها عالي وجود جدا. المحترفات، خليني اقاطعك في الحته دي، وجود المحترفات اتفضل. بيرفع من مستوى اللاعب المصري ولا لا بياخد من فرصه ان وجود ممكن لاعب في هذا المركز ويمكن ياخد خبرات اكتر؟ انت شايفه ايه الافضليه، وجود احتراف ام عدم وجود احتراف؟ لا يمكن انا يعني هو بيعلي يعني، هو حضرتك برضه صح في النقطتين، يمكن في فرق بتبقى محتاجه محترفين هي ما عندهاش لعيب يغطي المركز ده او اللعيب ان هو يلعب في المنتخب في المركز ده، لكن يمكن في انديه بتكون ممكن مش محتاجه محترفين بسبب ان هي عندها لعيبه دوليين كتير، فممكن ده يعني ده اللي يبقى المشكله، لكن مثلا احنا عندنا في النادي الاهلي يعني احنا بنشارك في كل البطولات، اذا كان بطوله عربيه بطوله افريقيه، فبنكون محتاجين كم كبير جدا من اللعيبه على اعلى مستوى، يعني احنا يعتبر صحيح. الحمد لله فريق الاهلي كلهم لعيبه دوليين، لكن الماتشات الكتير والبطولات الكتير فاحنا محتاجين كم كبير من اللعيبه على مستوى عايزه عالي تبقى عشان البديل نقدر بنفس ننافس على المستوى كل البطولات. الاساسي فبناء عليه لازم تعتمد بالظبط على لعيبه محترفين يعني. تمام. بالظبط. طيب خلينا استغل وجودك معايا برضو واروح لنقطه خاصه بالتطور الكره الطائره النسائيه خلال السنوات الماضيه، ايه اللي انت شايفاه المفروض يتوفر عشان نقدر نصنع منتخب قوي يقدر ينافس قاريا ومن ثم ان شاء الله نطلع دوليا يعني؟ اعتقد احنا يعني ان شاء الله محتاجين يكون في احتكاك اكتر من كده، معسكرات خارجيه، نحتك بفرق اوروبيه اكتر من كده، يعني احنا يمكن مش بنلحق قبل البطولات، يمكن بتجمع بفترات قليله جدا، وكمان بالذات ان احنا معانا لعيبه كتير جدا سنهم صغير محتاجين خبرات، فيمكن يكتسبوا الحاجات دي قبل ما بندخل في البطولات الرسميه، ان احنا نحتك بفرق تانية من بره مصر، طبعا في اوروبا بيكون على اعلى مستوى، فاعتقد يعني هو ده المطلوب، الاحتكاك الكتير عشان اللعيبه دي تكتسب خبره ونقدر ننافس في البطولات القاريه وكده. يمكن للاسف يمكن الكره الطايره المصريه الحقيقه مش في افضل حالاتها، شايفه ده ايه اسبابه وازاي نرجع تاني على صعيد طبعا الرجال والسيدات اللي للمنصات التتويج او بمعنى اصح نبقى منافسين في الكره الطايره؟ لا هو يمكن الرجال بس يعني هو حصل ان حصل دروب السنه دي او التصفيات الاولمبيات، يعني برضو يعني احنا فريقنا يعني اعتقد فريق قوي وقادر ان هو يفضل ينافس لغايه دلوقتي على البطولات، يعني انا شايفه ان هو يمكن بعد ما فضل يفوز متتالي اكتر من 5 سنين ومسيطر على كل البطولات، فان هو كان خسر البطولتين اللي ورا بعض دول، يعني مش قادر اقول ان هو حصل مشكله او الفريق وقع، لكن بالنسبة مثلا للسيدات احنا عندنا مشكلة عامة في الرياضة كلها مش في الكرة الطايرة بس، ان البنات دايما عمرهم قليل شوية في الملاعب،
بسبب ممكن طبيعة الحياة، يعني إذا كان الجواز أو هي الاتجاه ثقافة للشغل. ولا طبيعة؟ يعني النقطة دي مهمة برضو، ما هو في صالح الأسرة المصرية لما تبقى ربة الأسرة بالرياضة أكيد في النهاية بتصب في حالة الصحة العامة الجيدة جدا، وفي نفس الوقت هيبقى عندها ثقافة عالية باحتكاكاتها الدولية لو هي لاعبة دولية كمان، ده هينصب في صالح الأسرة المصرية. إن وجد الثقافة شوية محتاجة إن يبقى فيها تغيير شوية أولا في استمراريتها وفي اختيار أصلا الرياضات الفردية أو الرياضات الجماعية غير كرة القدم للسيدات. هو دلوقتي يعني دلوقتي اوريدي فعلا البنات ابتدت يعني تتجه احترافيا كتير. كان زمان يمكن البنت بتلعب اللي هو يعني لمجرد التسلية والكلام ده، دلوقتي الموضوع اتحسن عن الاول كتير. يعني بقى في البنات كلها كتير بتلعب احترافيا، وفي ناس كتير عايزة تطلع بره، زي في الناس اللي هي بتطلع السكولرشيب اللي هي في امريكا والحاجات دي. فهم الناس صحيح. دلوقتي البنات دلوقتي بقت عندها ثقافة شوية اللي هي بتاعت الرياضة. بس في حاجة كمان برضو مشكلة دلوقتي احسن، بس يعني مثلا المقابل للعيبه كمحترفين بنات طبعا مش زي الرجال، مقابل مادي، فده عشان المقابل اقدر اعمل المادي. تفرغ واقدر ان انا ابقى لعيبه فعلا بالظبط محترفه وسايبه وقتي كله، ما بقاش في وظيفه بالظبط اخرى مع الرياضه يعني. بالظبط، دي مشكله تانية. يعني يمكن في انديه، بس يعني اعتقد المقابل بيكون صعب شويه ان حد يسيب شغله والحاجات دي ده حقيقي. ويتفرغ احترافيا بمعنى الكلمه كامل يعني للعبة. فالحاجات دي برضه من المشاكل، يعني بالذات ان ما بيبقاش فيه اهتمام شوية بالرياضة النسائية يعني. متفق معاك فكل ده طبعا مقلل من العوائد صحيح، بتاعت الرياضة النسائية والبنات. متفق معاك، ولسه يمكن عندنا حالة تفاؤل ان يكون في تطوير في مسألة رياضة نسائية، وان شاء الله في المرحلة الجاية هيبقى في مشاركات اكتر للاعبات المصريات في كافة اللاعبات وايضا الكرة الطائرة. كابتن نهلة كنت سعيد جدا بوجودك معايا في ملعب الابطال، ونتمنى لك التوفيق ان أنا شاء الله أسف، مع المنتخب ومع النادي الاهلي بالتأكيد. شكرا جدا ليك. شكرا، متشكرة جدا.